السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة أنا اليوم بغيت نبارطاجي معكم تنا نعطيكم رأيي في هذه المقاطعة اللي كاينة في المغرب أولا تشكر وتشجع جميع المتفاعلين وهذه رسالة جميلة وكتأكد أن الحمد لله المغاربة ماشي كما بعد المسؤولين اللي حنا كنعتبروهم خائنين لأنهم تيديو الرزق ديال البلاد أه بغيت نوريكم جوج ديال المنتوجات اللي عندنا هنا في المانيا الحليب والزيت نبداو بالزيت هو الاول الزيت هذا ديال نوار الشمس او آه مكتوب اللي كيعرف اللي الالمانيه زونن بلومن اول آه. هذا تنظن انا في المغرب عندكم تيدير واقيلا واحد 4 آه واحد 5 آه نيه 17 ولا 18 درهم حنا هذا شريته هنا في المانيا باورو صفر تسعود سنتيم يعني حيت دابا الاورو قدام قدام الدرهم طالع يعني غيكون 12 درهم لليتر الواحد وهنا مكتوب كما تشوفوا انا غنقرب لكم هنا سيدي مكتوب غايش ام فيتامين او و غني بمراتفح وغير مشتتقتين فد سائر يعني انه فيه فيتامين او بزاف وما فيهش الزيوت المهدرجه وكما قلت لكم الثمن ديالو 12 درهم نجيو لحبيبنا الحليب باش نعلقو على المقاطعة ديال السونترال لي تيير هانتوما آه هاد الحليب هادا غير الكرتونة ديالو تبارك الله كي دايرها غزال تيشبه تيشبه لسليم ديالنا ها هو التاريخ ديالو غيموت حتى لتمنطاش سبعة ألفين وتمنطاش وهذا راني شريته تقريبا عندي هادي شي جوج الأسابيع وأنا كنستعملو أخذت نشرب القهوة تندير غير شي شوية ديال الحليب فيه حاطو في التلاجة ومازال خدام وأنا دابا نيت غادي نخوي لكم نخوي في الكاس وتشوفوا الحليب كي داير فيه ثلاثة غسيلة خمسة ديال ديال الفت يعني ديال الدسم والثمن ديالو 78 سنتيم 78 سنتيم حيت دابا في الوقيته ديال البرد وما في الصيف تيوصل الثمن ديالو حتى ل 50 سنتيم يعني تقريبا 5 دراهم لترو وانا دابا غادي نجيب كويس وغادي نخوي لكم وشوفوا الحليب كي داير خليكم معايا انا رجعت لكم اخوتي جبت الكاس انا غادي نخوي لكم دابا الحليب وتشوفوا بسم الله شو الحليب كي شاء شو تبارك الله تيخلي لاطراس ديالو بحال اللبن او يطرو وثمانية وسبعين سنتيم يعني هذا هذا الذي نشريوه في المغرب يعني نقولوا تقريبا سليم بحال بحال سليم الثمن ديالو داير ديال 10 دراهم مع 78 سنتيم يعني في هذه اللي كيكون غالي 8 ديال الدراهم وفي في الصيف تيوصل حتى ل 5 دراهم وبغيت نبارطاجي معكم اخوتي هذه هاد المعلومات هذه ونقول لكم استمروا وهذه ان شاء الله غتكون غير البدايه حنا ما كرهناش وغنخدموا ان شاء الله كاملين ونتضامنوا معكم سواء كنا معكم في المغرب ولا خارج المغرب حنا بغينا كاع المواد الاساسيه كلها تنقص المغرب ديالنا في كل شيء تبارك الله الخيرات كلها الحوت حدت ولا حرج المعادن اللي بغيت موجوده حنا المواد الاساسيه خصها كلها تنزل حتى الحوت تا هو ينزل والخضر خصها تنزل وهاد الخزعبيلات اللي تيبقاو يقولوا لنا الفلاح تيتضر راه هما اللي تيتضروا دابا لحقاش كون ما تضروش كاع ما يقولوا هاد الهضره هادي ودائما مقاطعون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله وخوتي